بسم الله الرحمن الرحيم. وقد دل صريح القرآن على أن التوحيد له ركنان لا يصح ولن يتحقق إلا باجتماعهما معا، فمن تركهما أو ترك واحدا منهما فلا حظ له في الإسلام. فالعبد إما موحد وإما مشرك، إما مسلم وإما كافر، فمن لم يأت بالتوحيد فهو مشرك لا محالة. وقد دل على ذلك قوله تعالى في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. قال الشيخ الأمين رحمه الله تعالى في الأضواء: قوله تعالى إياك نعبد، أشار في هذه الآية الكريمة إلى تحقيق معنى لا إله إلا الله، لأن معناها مركب من أمرين نفي وإثبات. فالنفي خلع جميع المعبودات غير الله تعالى في جميع أنواع العبادات، والإثبات إفراد رب السماوات والأرض وحده بجميع أنواع العبادات على الوجه المشروع. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فلا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، تنفي الألوهية عما سوى الله من سائر المخلوقات. فلا عبادة لأصنام وأضرحة وأشجار، ولا طواف بقبور وأولياء ومزارات، ولا طاعة لمخلوق كائنا من كان في معصية الخالق سبحانه. كما تعني هذه الكلمة إثبات الألوهية لله وحده بالبراءة من الشرك وأهله، وإخلاص العبادة لله، وخلوص القلب من التعلق بغير الله وحده. إنها تعني إفراد الله تعالى بالعبادة والمحبة والإجلال والتعظيم والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والإنابة والرهبة. فلا يحب غير الله، ولا يخاف سواه، ولا يرجو غيره، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يرغب إلا إليه، ولا يرهب إلا منه، ولا يدعو إلا إياه، ولا يحلف إلا باسمه، ولا يتوب إلا إليه، ولا يطيع إلا أمره، ولا يسجد إلا لله، ولا يستعين عند الشدائد إلا به، ولا يلجأ عند المضائق إلا إليه، ولا يذبح إلا له وباسمه، ولا يرجو كشف ضر ولا جلب نفع إلا منه وحده. لا تصديق لساحر، ولا ذهاب لكاهن، ولا طاعة لعراف ومشعوذ يزعم أنه يعلم الغيب ويدفع الضر ويجلب النفع. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. وقال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال سبحانه: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال سبحانه: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير الآية: فمن يكفر بالطاغوت، أي من خلع الأنداد والأوثان وما يدعو إليه الشيطان من عبادة كل ما يعبد من دون الله، ويؤمن بالله، أي ووحد الله فعبده وحده وشهد أن لا إله إلا هو، فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي فقد ثبت في أمره
واستقام على الطريقة المثلى والصراط المستقيم. وقال الشيخ الأمين رحمه الله تعالى: واعلم أن كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت، ولا تنفع عبادة الله إلا بشرط اجتناب عبادة ما سواه. أن كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت، ولا تنفع عبادة الله إلا بشرط اجتناب عبادة ما سواه، ولا تنفع عبادة الله إلا بشرط اجتناب عبادة ما سواه، كما بينه تعالى بقوله: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، وقوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، إلى غير ذلك من الآيات. وقال رحمه الله تعالى: فالكفر بالطاغوت شرط في الإيمان، فيفهم منه أن من لم يكفر بالطاغوت لم يتمسك بالعروة الوثقى، ومن لم يستمسك بها فهو متردد مع الهالكين. فدلت هذه الكلمة عباد الله على إخلاص العبادة بجميع أفرادها لله تعالى، ونفي كل معبود سواه، ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله وراقبوه وأطيعوه ولا تعصوه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ثم اعلموا رحمكم الله أن هذه الكلمة الجليلة لا إله إلا الله قد بينت الأدلة الشرعية شروطها التي يجب تحققها لتكون هذه الكلمة نافعة لصاحبها في الدارين، شافعة له عند ربه، مقبولة في الملأ الأعلى. ودل الاستقراء والتتبع على أن شروطها سبعة: أولها العلم بمعناها المراد منها نفياً وإثباتاً، المنافي للجهل بذلك، ومعناها هو إخلاص العبادة بجميع أفرادها لله تعالى ونفي كل معبود سواه. قال سبحانه: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال تعالى: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق، أي بلا إله إلا الله، وهم يعلمون بقلوبهم معنى ما نطقوا به بألسنتهم. وفي الصحيح عن عثمان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. ويدخل في معناها الذي لا تصح بدونه أن يكفر المسلم بما يعبد من دون الله، ويتبرأ من الشرك وأهله، لقوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وثانيها اليقين المنافي للشك، بأن يكون قائلها مستيقنا بمدلول هذه الكلمة يقينا جازما لا شك فيه ولا ريب. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. فاشترط في صدق إيمانهم بالله ورسوله كونهم لم يرتابوا، أي لم يشكوا. فأما المرتاب فهو من المنافقين والعياذ بالله، الذين قال الله تعالى فيهم: إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون.
وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. وفي رواية: لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة. وفيه عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه بنعليه فقال: من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. اشترط في دخول قائلها الجنة أن يكون مستيقنا بها قلبه غير شاك فيها، وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط. وثالثها الإخلاص المنافي للشرك والرياء، وهو تصفية العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك الظاهرة والباطنة. قال الله تعالى: ألا لله الدين الخالص. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو قال من نفسه. وفي الصحيح عن عتبان بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله عز وجل. ورابعها الصدق فيها، باللسان والقلب والعمل، أن يقولها المسلم مصدقا بها يوافق قلبه لسانه. ففي الصحيحين عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. فاشترط في إن جاء من قال هذه الكلمة من النار أن يقولها صدقا من قلبه، فلا ينفعه مجرد اللفظ بدون مواطأة القلب، بل ذلك شأن المنافق. وخامسها القبول المنافي للرد، أي القبول الكامل لهذه الكلمة قبولا تاما بالقلب واللسان، وأن يتقبل شريعة الإسلام جملة وتفصيلا بالرضا والفرح والمحبة. وقد قص الله عز وجل علينا من أنباء ما قد سبق من إنجاء من قبلها وانتقامه ممن ردها وأباها. وسادسها الانقياد لما دلت عليه المنافي لترك ذلك. قال الله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. وقال سبحانه: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. ومعنى يسلم وجهه أي أخلص له العمل وانقاد لأمره واتبع شرعه. ولهذا قال: وهو محسن، أي في عمله باتباع ما أمر به وترك ما عنه زجر. فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي فقد أخذ موثقا من الله متينا أنه لا يعذبه. وأما من لم يسلم وجهه إلى الله ولم يكن محسنا فإنه لم يستمسك بالعروة الوثقى، وهو المعني بقوله عز وجل بعد ذلك: ومن كفر فلا يحزنك كفره. سابعها وآخرها المحبة لهذه الكلمة ولما اقتضته ودلت عليه ولأهلها العاملين بها الملتزمين لشروطها، والمحبة لدينه وشرعه وبغض ما ناقض ذلك. قال الله تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وعلامة حب العبد ربه تقديم محابه وإن خالفت هواه،
وبغض ما يبغض ربه، وإمال إليه هواه، وموالاة من والى الله ورسوله، ومعاداة من عاداه، واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، واقتفاء أثره وقبول هداه. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذه شروط سبعة. لن يصح قول لا إله إلا الله للعبد، ولن يكون مسلما إلا إذا أتى بها وحققها مجتمعة مع التزامه إياها من غير مناقضة لشيء منها. فاتقوا الله عباد الله، وتفقهوا في معنى لا إله إلا الله لتعملوا بمقتضاها، فما أعظم هذه الكلمة وما أجلها، ولكن لمن عرف معناها وعمل بمقتضاها وما دلت عليه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.